نستقبلكم بكل عبارات الاستقبال وبكل ما تحتويه من معاني وكلمات يحفها حبنا لكم متابعين الكرام، متابعين مدارس عشتار الأهلية، ونقول لكم على الرحب والسعة، فالصدر لكم يتسع كاتساع الأرض من دروس اللغة العربية. وهل في لغات الكون كاللغة التي يسمو بأحرفها كلام الله؟ أهلا وسهلا بكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية. حبايبي التلاميذ، اليوم أقرأ لكم درس القمر صفحة 101. الكل يفتح الكتاب على صفحة 101 يبدي وياي يتبع الدرس. مالتنا اليوم يتكلم عن القمر. أقرأ الدرس وبعدين أشرح لكم إياه. القمر. وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء فشاهد أباه ينظر إلى السماء ويقول: نحن في بداية الشهر القمري. قال عبد الرحمن: القمر جميل ولكني أراه صغيرا هذه الليلة يا أبي. ابتسم أبوه وقال: نعم يا بني، القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر كما تراه ويسمى هلالا، ثم يكبر حجمه حتى يكتمل في منتصف الشهر فيسمى بدرا، وبعد ذلك يتناقص حجمه حتى يختفي، وتسمى هذه المدة الشهر القمري. عبد الرحمن: وما الشهور القمرية يا أبي؟ التلاميذ هسه نقلب الصفحة، نطلع اللي بعدها صفحة 102 تكملة للموضوع نفسه. هنا الأب يجاوب على ابنه. الأب: هي 12 شهرا، المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. وقد جعلها العرب أساسا في تاريخ الحوادث وحساب السنين. عبد الرحمن: أصحيح يا أبي إن الإنسان وصل إلى القمر؟ الأب: نعم يا بني، استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر بفضل العلم، مشى عليه ورأى فيه الجبال والأودية والتقط له الصور ثم عاد إلى الأرض. عبد الرحمن: وكيف تمكن من ذلك؟ الأب: صعد الرواد سفينة الفضاء فانطلقت بهم في أعالي الجو بسرعة وهم يرتدون ملابسهم الخاصة، فأوصلتهم إلى القمر بعد 3 أيام، فكانت هذه الرحلة أول رحلة للإنسان إلى القمر. عبد الرحمن: ما أجمل القمر، أتمنى أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من الوصول إليه. الأب: قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سورة الرحمن الآية 33. أصدقائي التلاميذ، بعد ما استمعنا إلى كلمات الدرس، هسه ايش راح نسوي؟ راح نقرأ الدرس مرة أخرى لكن بهدوء وببطء وأشرح لكم إياه. أول شيء وقفة، هي فعل. وقفة يعني أدى عمل، يعني كان جالس وقف، إذن هي فعل. نجي على كلمة عبد الرحمن، هي اسم. هاي ناخذهم بالقواعد. وقف فعل، عبد الرحمن اسم لإنسان، اسم دل على إنسان. أمام بيته في المساء، المساء ظرف دل على الحدوث في المساء. فشاهد أيضا فعل، وقف شاهد، هذه أفعال. أباه ينظر إلى السماء، إلى تعتبر حرف جر، إلى حرف جر اللي وراها حيكون اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر اللي هي إلى، ويقول: نحن في بداية الشهر القمري، أي يعني هم بداية شهر جديد اللي هو شهر قمري.
قال عبد الرحمن، هنا اسم اتفقنا عبد الرحمن، القمر جميل ولكني أراه صغيرا في هذه الليلة يا أبي. ابتسم أبوه وقال نعم يا بني، القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر كما تراه ويسمى هلالا، ثم يكبر حجمه حتى يكتمل في منتصف الشهر فيسمى بدرا ويعد ذلك فيسمى بدرا، وبعد ذلك يتناقص حجمه حتى يختفي وتسمى هذه المدة الشهر القمري. عبد الرحمن ومشهور القمرية. هسه أتحدث شوي عن القمر. حبايبي الحلوين، عندي هذا الأطلس يراوينا جمال القمر. أول شيء هنا عندنا بالصورة هاي شون مقربنا القمر عن قريب. شوف القشرة مع القمر بيمن تبدي، القشرة الصخرية، الوساح الصحري، منطقة منصهرة، نوا. هذه هي طبقات القمر. أيضا على القمر الكثير من الجبال، ضعوا هنا أنا أقرو، هاي جبال جورا، انتبهوا هنا بعد أكو عندنا جبال أخرى، شفت هواي جبال، هاي جبال أيضا، نشوف هذه كلمة جبال، هذه كلها بالقمر موجودة. نشوف شلون يتكون سطح القمر من نتوءات تدل على أحافير موجودة على القمر. اكتشفنا هذا الشيء من خلال صور القمر اللي بعثها لنا رواد الفضاء. ها هم رواد الفضاء، نشوف شنو يرتدي رواد الفضاء. حبايب الحلوين، بدلة مخصصة للصعود إلى الفضاء. هذا هو رائد الفضاء، يقف على سطح القمر. ننتبه للتربة مال القمر شلون صايرة. شنو يرتدي؟ يرتدي بدلة، ويرتدي أيضا أنبوب أكسجين حتى يتنفس، لأن ما يقدر يتنفس من يصعد للأعلى راح ينقطع عند النفس. هذه هي أوجه القمر، هذه كلها أوجه القمر، محاق، هلال متزايد، تربيع أول، أحدب متزايد، بدر. كان هلال من شافه صديقنا عبد الرحمن هو والده، إلى أن يكبر ويصبح بدر ويرجع من جديد يتناقص حتى يرجع من جديد محاق، يبدي بمحاق وينتهي بمحاق. نشوف أشكال القمر حبايبي، هذه هي أشكال وتدرجات القمر على مدى الشهر، أوجه القمر على مدى الشهر. نشوفها حبايبي الحلوين. هنا صديقنا عبد الرحمن أشار أيضا إلى شيء مهم، أيضا سأل والده سؤال كلش ذكي وكلش مهم، قال له ما هي الأشهر القمرية؟ المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. طبعا أصدقائي التلاميذ، هذه الأشهر سميت حسب أشياء معينة ترمز لدلالة هذا الشهر، مثل شهر محرم، هذا الشهر حرم الله سبحانه وتعالى به القتال على المسلمين، سموه محرم. وأيضا يعتبر بداية السنة الهجرية، هو أول شهر بالسنة الهجرية. وأيضا أصدقائي التلاميذ، بهذا الشهر يصادف وفاة الإمام الحسين عليه السلام. بعد هي يجي شهر صفر، شهر ربيع الأول، نتذكر شلون سوينا مولد النبي بالمدرسة، في 12 ربيع الأول يكون ولادة النبي. حاليا احنا بيا شهر، بشهر شعبان، حاليا احنا بشهر شعبان، شهر الخير والبركة وشهر المواليد، تكثر به ولادة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بعدها ايش حيجينا؟ شهر رمضان، بعدها ذو القعدة وذو الحجة، هنا أنا يصعد الحجاج إلى على جبل عرفة. لذلك سميت هذه الأشهر كل وحدة حسب الحادثة اللي تكون بيها بذاك الشهر، وقد جعلها العرب أساسا في تاريخ الحوادث وحساب السنين. عبد الرحمن، أصحيح يا أبي إن الإنسان وصل إلى القمر؟ الأب جاوب نعم، وشفنا الإنسان شلون وصل على القمر قبل قليل. هذا هو درس اليوم، نكتبه حبايبي
كل الدرس ونكتب التدريبات. هسه ححللكم التدريبات والحوار. أصدقاء التلاميذ، بعد ما كملنا قراءة درس القمر صفحة 101 و102 نحل التدريبات. التدريب الأول يعتمد على القراءة فقط. اقرأ الكلمات الآتية وانتبه على المفرد والمثنى والجمع. المفرد يدل على شخص واحد، المثنى على اثنان أو اثنتان، والجمع يدل على جمع مؤنث أو مذكر أو جمع تكسير. أول كلمة: شهر، شهران، شهور. رائد، رائدان، رواد. ولد، ولدان، أولاد. بنت، بنتان، بنات. معلم، معلمان، معلمون. لو نلاحظ لجمع المذكر بالمثنى نضيف ألف، معلم نضيف ألف ونون، معلمان. وبالجمع معلمون، لأنه جمع مذكر سالم. أما المفرد مؤنث بالمثنى نضيف أيضا الألف والنون، بالجمع تاء التأنيث هنا ضفنا. لكن أكو جمع ما إلى لا قاعدة ولا أي شيء، يسمى جمع التكسير، نأخذه بالصفوف اللي حتجينا شوية بالخامس وبالسادس. التدريب الثاني يريدنا نحل على سياق التدريب الأول. عندنا مفرد ومثنى وجمع. المفرد تلميذ، كلمة تلميذ هي المفرد، شون أحولها مثنى وأحولها جمع؟ هسا الكل وياي، يلا حبايبي. تلميذ هي مفرد. التدريب الثاني صفحة 104 حبايبي الحلوين وياي. التدريب الثاني صفحة 104 أيضا يريد مفرد ومثنى وجمع. منطيني كلمات أنا أحولها. تلميذ هو مفرد، تلميذ هو شيء واحد مفرد. شلون أحولها إلى مثنى؟ راح أضيف لها ألف ونون المثنى، أصبحت تلميذان، تلميذان. ضفت لها ألف ونون المثنى. بينما بالجمع تلاميذ، تلاميذ. اللي بعدها تلميذة، هي مؤنث كلمة تلميذ، تلميذة هي مؤنث. أيضا بالمثنى أضيف ألف ونون المثنى، تلميذتان، تلميذة. هذه التاء الدائرية حولتها هي شكلها تلميذة، أضيف لها آ إن، تلميذتان. بالجمع تلميذات، تاء التأنيث، تلميذات. اللي بعدها فلاح، مفرد مذكر، فلاح، فلاح. أضيف لها ألف ونون الجماعة، العفو المثنى، فلا فلاح. لحد الآن فلاح، أضيف لها ألف ونون المثنى، فلاحان. بالجمع فلاحون، أضيف لها واو ونون الجماعة، فلاح. هذا فلاح والمفرد نفسها، أضيف لها واو ونون أصبحت جماعة، فلاحون. اللي بعدها فلاحة، مؤنثة مفرد، فلاحة، فلاحة. شلون أحولها إلى مثنى؟ أضيف لها ألف ونون، ألف ونون المثنى، فلاحت. هاي لحد الآن فلاحت، أضيف لها فلاحتان، فلاحتان. بالجمع أضيف لها تاء التأنيث، فلاحات، فلاحات.
ح فلاحة، آ فلاحات، فلاحات، فلاحات. هذا التدريب الثاني. يلا حبايبي هسه نتجه للحوار نحله سوا. السؤال الأول من الحوار نحله سوا، ماذا نسمي القمر في أول الشهر؟ الجواب نكتب سوا، يسمى هلالا، يسمى هلالا. أخذناها من الدرس. هنا بلغني إن القمر في أول الشهر يسمى هلالا. السؤال الثاني، متى يكتمل القمر؟ هنا يكتمل القمر في منتصف الشهر، في منتصف الشهر. الجواب الثاني يكتمل القمر في منتصف الشهر. السؤال الثالث، الجواب مالته سني كتبه سوا، ما الأشهر القمر، ما الشهر القمري؟ يقول لي شنو يعني شهر قمري؟ نرجع هنا قايل إن الشهر القمري اللي يبدي القمر به هلال ثم يكتمل في منتصف الشهر ويسمى بدر، بعدين يتناقص حجمه حتى يختفي، تسمى هذه المدة الشهر القمري. هسه نجاوب السؤال الثالث، الشهر القمري، الشهر القمري هي المدة التي يكون فيها القمر هلالا، بعدين حيصير شنو؟ بدرا، وآخر شيء يصير بيه يختفي ثم يتناقص حجمه ويختفي، تسمى هذه المدة بالشهر القمري. هذا هو جواب السؤال الثالث. السؤال الرابع شي يقول هنا، السؤال الرابع، عدد الشهور القمرية. هذه هي الشهور القمرية أصدقاء التلاميذ، أخذناها بالرياضيات وسويناها على شكل أغنية العام بالثالث وحفظناها، المحرم، صفر، ربيع الأول. يلا ردوا لي، خل أكتب، يلا الكل يرد لي، المحرم صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب هو الشهر الذي مضى، بعدها شعبان، الشهر اللي احنا بيه حاليا هو شهر شعبان، شعبان، رمضان الشهر اللي حيجي، بعدنا ما واصلين لرمضان، وبعدها شوال، ذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة. هذه هي الأشهر القمرية. السؤال الخامس، ماذا تمنى عبد الرحمن؟ هنا شنو تمنى عبد الرحمن؟ أن يصل إلى القمر، أن يصل إلى القمر. هذه هي أمنية عبد الرحمن، يلا نكتبها سوا، تمنى
عبد الرحمن أن يصل إلى القمر. سادسا، كيف وصل الرواد إلى القمر؟ هذا هو الجواب مال السؤال السادس. صعد الرواد سفينة الفضاء. صعدوا الرواد سفينة الفضاء. السؤال السابع، كم استغرقت رحلة السفينة إلى القمر؟ الجواب هنا يكون الجواب 3 أيام. 3 أيام. طيبنا الحلوين، هذا عندنا واجب بيتي، واجبات الأبناء والآباء، تعبير ومحادثة. هذا عندنا واجب بيتي صفحة 114. حبايبي احنا هسه حاليا بابا وماما ويانا بالبيت، نقدر نستثمر افكارهم ونسألهم ونناقشهم، واحنا ايضا نضيف على افكارهم ونسوي محادثة وتعبير جميل، تعبير كتابي حلو. ما نتقيد بالكتاب، نقدر نستفيد من الآية الموجودة بالكتاب وقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نخليه ويا مالتنا الإجابة حتى يكون تعبيرنا حلو ومنظم. هذا التعبير بمنافسة، أشوف من يسوي لي أجمل تعبير يحتوي على مقدمة وعرض وخاتمة وحديث للنبي وآية. أقرأ لكم التعبير، واجبات الآباء الأبناء والآباء. واجبات الأبناء والآباء، أنا أحب أبي وأمي وأطيعهما استجابة لقوله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببر الوالدين وقال، رضى الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. والإحسان إلى الوالدين يكون بتنفيذ ما يطلبان وتجنب ما يغضبهما، لأنهما تعبا في تربيتنا وتعليمنا وإعدادنا للحياة الكريمة، وحب العمل والإيمان والصبر على المحن، وهما يعلماننا النظافة والتعاون والمحافظة على أثاث المنزل والمدرسة والسعي إلى خدمة المجتمع وبناء الوطن. كما إني أحب أخي الكبير وأختي الكبيرة، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الولد على والده. هسا أولادي هذا التدريب مطلوب من عندكم على الدرس القادم إن شاء الله، عندكم وقت كلش كافي بداية الدرس القادم. قبل لا يبلش الدرس الكل راح ينزل لي أول مرة التعبير، يلا أبلش بالدرس. هذا هو واجب بيتي مطلوب من عندكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.